اليوم فك عقدة المغاربة كاملين لو فيرب اتر و افواغ فوقاش تستعمل و فوقاش تستعمل افواغ في الجملة كي اللي كيقول في عوض كيقول تشويا كي اللي كيقول في كيقول تشويا جي كيقول جو سوي و جو سوي كيقول جي يعني الناس مخلطة اليوم هاد العقدة غتفك كما كتفك العقدة ديال الناس كاملين اللي عندي في الواتساب تخيل اول استاذ في المغرب كيخرج عيالات كبار كيهضروا هما تعلموا اميين تعلموا سمعوا هاد السيدة اش كتقول عليا عاوتاني السلام عليكم بروف حمزه صافا أه بغيت نقول لك بلي الطريقه جاتني واعره الصراحه زعما حسيت براسي تبدلت مازال ما كملت دابا حتى شهر وكنت كنت في كنت بعدا في الاول كنت كنخاف كنت ديما تنتبلوكا وكان زعما ماشي ما كنفهمش كنفهم الهضره باش نجاوب كتجيني كان صعيب باش 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 نجاوب كتجيني صعيب نجاوب كنبقى نفكر ونتبلوكا هاد السيده كتقرا معايا في الواتساب ابي الفيديو كدير معايا الحصص حصص فريدة كتشوفني مباشره كنشرح لها بوحدة في الحصه حتى انت بامكانك تشارك معي وتكون بحال السيده هذه فقط ترسل لي رقم الواتساب ديالك ضروري سواء تكون بنت ولا دري ولا سيده ولا سيد صيفط لي غير رقم الواتساب ضروري في اول رساله هنا في الجيميل الجيميل ديالي هو هذا حمزه المعلم اروباز جميل بونكم. وحمزه المعلم كتكتب ملاصقه بحروف صغار اروباز رقم الواتساب ضروري كنجاوب على الرسائل اللي فيهم رقم الواتساب وكتب لي من التحت علاش بغيتي الفرنسيه فاش محتاج الفرنسيه ومرحبا وغادي رساله قصيره بالفرنسيه باش نشوف حتى ديالك داير ما كنتش عندك مع الفرنسي في نهائيا كتب لي رساله بالعربيه اوكي كتب لي رقم الهاتف ضروري في الاول في البدايه و وعد مني الا شفت رقم الهاتف في العنوان غير كتبو دابا دخل دابا ها هو الجيميل ديالي هو هذا ابيل فيديو في الواتساب بوحدك في الحصه وثلاثه الحصات في السيمانه كنخدم على كومونيكاسيون كيفاش تهضر بلا ما تبلوكا بدون تعقيد ديال لا غرامير ولا كونجيكيزون اوكي دونك الحمد لله باش الناس كتعلم معايا حيت كنركز على لا كومونيكاسيون هادشي علاش كتعلم الناس في الواتساب وديما حاط لكم لي ريزولطا ديال الناس فاليوم غادي آه نفك هاد العقده ديال لو فيرب اتر لو فيرب افوار غادي نبدا بلو فيرب اتر وقتاش يمكن لك تستعمل لو فيرب اتر لو فيرب اتر يمكن لك تستعملو اول حاجه في الحاله في ليطا كيفاش مثلا غادي نقول لك انا سعيد الحاله ديالي هنايا انا سعيد هذه حاله الحاله ديالي انا س... جو سوي اوغو اذا كنت حزين مثلا هذه حاله جو سوي تريست ما يمكنليش نقول جي تريست هذا افوار وحنا قلنا اتر كيتصرف فاش كتكون يعني كيدار اتر فاش كتكون الحاله ليطا مفهومه مثلا انا مريض جو سوي مالاد هذه حاله ما يمكنليش نقول جي مالاد خطا تهنينا من الحاله الاولى هذه الحاله لو فيرب اتر كي تستعمل فاش كتكون ليطا الحاله اوكي ندوزو للمرحله الثانيه دابا المرحله الثانيه لو فيرب اتر كي تستعمل في لا ديسكريبسيون في الوصف فاش كنجي نوصف شي واحد ولا نوصف راسي ولا نوصف شي شيء مثلا غادي نقول لك جو سوي جونتي انا ظريف ولكن هنا يا جونتي راه وصفه صفه راه صفه اذا لو فيرب اتر ما يمكنليش نقول جي جونتي خطا ولا نقول تو يا جونتي لا تو يا جونتي انت ظريف لحقاش كنوصفك الحاجه الثالثه في لو فيرب اتر لو فيرب اتر كيتستعمل في لا ديفينيسيون في التعريف مثلا غادي نقول لك بونجور جو حمزه سلام انا حمزه كنعرف بنفسي توي كمال واش انت كمال ما يمكنليش نقول

يمكن يستعمل ايضا في لاكسيون في الحركه عندك جوج حوايج كتستعمل فيهم افوغ كيتستعمل في الملكيه وكيتستعمل في الحركه فاش كتحس ان الـ أن, الـ ان الجمله فيها حركه تقام شي واحد قام بشي شيء مثلا غادي نقولك أه جي اشتي ان ليفغ شريت كتاب هنا راه شريت راه كاينه حركه اذا ضروري خصني نستعمل لوكسيليير ولا لو فيرب افواغ دونك هنا لوكسيليير افواغ كي تستعمل لاحقاش كاينه اكسيون كاينه حركه جي اش تي نقولش جو سوي اش تي خطأ فرونسي سهله وغادي تزيد تسهال في جي مايل هنا 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 راه كاين واحد السر عظيم والله العلي العظيم في الواتساب كاين سر عظيم كان وعداك ثلاث اشهر تعلم تتكلم بطلاقه بدون ما تبلوكا في الواتساب الى إيه رسلتي رقم الواتساب ديالك هنا في الجيميل في البريد الالكتروني ديالي اللي هو هذا حمزة المعلم رقم الهاتف ديالك في اول رسالة وغنجاوبك وعد مني تبارك الله عليكم والله يحفظكم والله ينوركم والله يسهل عليكم